والخلاف من طبيعة البشر، لابد يكون هناك خلاف ونزاع، لكن يحسم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الرجوع إلى سنة الرسول، وقبل ذلك الرجوع إلى كتاب الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فهذا مما يجمع الكلمة، أننا إذا حصل اختلاف في الرأي فإنه يرجع في حسم هذا الخلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك ينتهي، لأن الله جل وعلا أنزل هذا الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الحمد لله عندنا مرجع، نحن لا نرجع إلى القوانين الوضعية والأنظمة البشرية، فإنها تفرق ولا تجمع وتفسد ولا تصلح، وإنما نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك على أيدي علمائنا الذين يعرفون ويستنبطون من كتاب الله وسنة رسوله ما يحل المشكل والاختلاف. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.